العام الاتحاد العام وقوات المهن تيجي تنظيم هذه الوقفه الاحتجاجيه اللي تنعتبروها داخل الاتحاد العام هي واحد الوقفه انذاريه نظرا لكون ان السلطات الولائيه ديال مدينه الدار البيضاء يعني انها ما صايرتش مجموعه من القرارات المتخذه من طرف مجموعه من الولات والعمال على مستوى الاقاليم والولايات اللي بالفعل انهم فتحوا الحمامات اليوم على مستوى مثلا مدينه اكادير، مدينه بن سليمان، سلاق، قنيطره، فاس، طنجه، تنجيو تلقاو مدينه الدار البيضاء السيد الوالي ساد عليه في المكتب ديالو ما مسوق حتى شي حاجه وكان شيئا ما وقعش في مدينه الدار البيضاء. الا غناخذوا هذه الشريحه اليوم اللي هي عامله هذا التجمع اليوم راه حنا لدوينا على عندنا 4000 حمام في مدينه الدار البيضاء وحنا عارفين ان كل حمام تيشغل ما بين 20 30 الا خدينا غير المعدل ديال 20 راه حنا تنتحدوا على 80000 اسره في داخل مدينه الدار البيضاء. 80000 اسره كانت لابد خاصها تحظى بعنايه ديال والي مدينه الدار البيضاء وكان لابد انه خصو يعرف هذه الفئات اشنا هو المشكل ديالها. اليوم بالفعل لو انه حمام واحد في المغرب تعتبر بؤره من البؤر اللي تتنشر الفيروس، غنكونوا اليوم تنقولوا الوالي عنده الحق ولا السلطات عندها الحق، ولكن راه الحمامات كاين الحمامات اللي اشتغلت السنه كامله وما عمرها ما تسجلت ولا حاله وبائيه وحده في حمام، وبالتالي تنعرفوا بان غنرجعوا لهذه المساله غادي يبان بان القرار الحكومي والقرار كذلك ديال 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 ولايه جهه الدار البيضاء هو واحد القرار تعسفي لهاد الناس هادو. اليوم ما يمكنش اننا نستمروا في السكوت على هذه المساله هذه، نرجعوا لمساله الدعم، واحد فئة واسعة من هاد الناس هادو ما استفادتش من الدعم، ما استفادوش من الدعم اللي بالفعل خصو صاحب الجلالة باش ما نقولوش الحكومة، خصو صاحب الجلالة للفئات الهشة باش تقدر أنها تواجه تداعيات ديال وباء كورونا، هادو الناس اللي ما استفادتش، ما غنقبلوش الهضرة اللي جا قال الرئيس وزير حقوق الإنسان بأننا حنايا غادي نديروا إحصاء لهاد الناس، إذا كانوا شي ناس اللي معروفين عند السلطات راهما الكسال والطيابة ديال الحمام، ما كاينش شي واحد ما تعرفهمش. وبالتالي الاحصاء ديالهم هذه مساله غير بغينا نتجاوزوا بها وبغينا نديروا بها شي حاجه اخرى ماشي هي هذه. بالنسبه لهاد الناس الا كنا بغينا نعطيهم دعم خصنا نعطيو لهم في الاقصى ونعطيهم باثار رجعي يعني من مارس 2020 اليوم لان هاد الناس راه من مارس وما عايشين بالكريديات وما عايشين بالطلبه ما عندهمش باش يعيشوا وبالتالي ما يمكنش اننا نجيو اليوم ونبداو اننا تنديروا معاهم مزايدات اللي هي مزايدات غير مقبوله.